السلام عليكم، يسعدني كثيرا أن أشارك في هذه النسخة الجديدة من جوائز أحسن الأبحاث الجزائرية لهذه السنة المنفرطة التي تنظمها الشبكة الجزائرية للأكاديميين والعلماء والباحثين النصر بقيادة الأخ العزيز أسامة مطاطلة. أنا سعيد جدا بالمشاركة. طلب مني تقديم البحث الذي فاز بجائزة أفضل بحث في مجالات الفيزياء والعلوم الفيزيائية أو علوم المادة. في هذه السنة اختير بحث الدكتور عبد العالي بوجمعة من قسم الفيزياء في جامعة شلف بالجزائر، وبحثه الذي نشر في المجلة الراقية Physical Review A المعنون Collective Modes of a One-Dimensional Trapped Bose Gas in the Presence of the Anomalous Density. هذا البحث نشر في أواخر سنة 2016، يتناول ما يسمى ببوزا أينشتاين كوندنسيت غاسز، التي هي حالات المادة التي تحدث عندما تنزل درجة الحرارة أو يتم تنزيل درجة الحرارة إلى قريب من الصفر جدا. يعني احنا نتكلم الآن عن أجزاء من المليار من الدرجة كلفن، يعني من الصفر المطلق، يعني نانو كلفن هكذا بهذا التقدير. عندما يحدث تنزيل درجة الحرارة إلى هذه المستويات، ما يكون هناك هو تحول المادة إلى جسم موحد، كأن هذه الذرات أو الجزيئات تتحول إلى جسم واحد أو جسيم واحد يمكن وصفه بدالة موجية في ميكانيكال كوانتم، دالة موجية موحدة، ويكون له أو يكون لهذا الجسم أو هذا الجسيم خواص كوانتية موحدة. إضافة إلى هذا، في هذا البحث على الأقل وفي أبحاث كثيرة من هذا النوع، يتم تنزيل عدد الأبعاد، يعني dimensions، إلى في هذه الحالة واحد أو أحيانا إلى بعدين، وهذا يتم عن طريق تطبيق جهد، يعني جهد يكون كهرومغناطيسي في العادة، أنه لا يسمح لهذه الأجسام أن تتحرك في أي من الاتجاهات العرضية، ولا يسمح لها إلا أن تتحرك في اتجاه واحد، وبالتالي تكون كأنها أحادية البعد one dimensional. في هذه الحالة يتم التطرق إلى أحوال الاهتزازات، يعني excitations، new modes، ما هو حال المادة في هذه الحالة، وهذا يكون له تطبيقات هامة جدا في حالات الإلكترونيات وما شابه من الأجهزة إلى آخره. الدكتور عبد العالي بوجمعة شاب جزائري ممتاز جدا، حصل على شهادة الدكتوراه سنة 2012 من جامعة شلف، وهو نشيط جدا بشكل يعني ملفت للنظر. يعني أنا رجعت أبحاثه، وجدته أنه في سنة 2014 نشر 3 أبحاث كلها في مجلات محترمة جدا، هذه الأرقام من جوجل سكولر، 2015 5 أبحاث، 2016 6 أبحاث، 2017 الآن نحن يعني ما زلنا في منتصف أو ثلثي السنة، نشر 8 أبحاث لحد الآن سنة 2017. يعني هذه أرقام يعني رائعة رهيبة جدا، نحييه ونشجعه بل ونبارك له هذا الجهد العظيم، خاصة وأن معظم أبحاثه تكون بشكل فردي وحده. هذا البحث هو لا يشترك معه أي باحثين آخرين، هو لوحده. أبحاث أخرى كثيرة هو لوحده، أحيانا بعض الباحث أو باحثين معه، معظمهم أيضا باحثين عرب تقريبا. يعني عدت في السنوات الأخيرة كلها في كل أبحاثي لم أجد إلا باحثا واحدا غربيا أو ربما روسيا، شليابنيكوف سنة 2013. هذه ربما تؤخذ عليه قليلا، يعني رغم أن في البحث هذا الذي يحصل عليه الآن على هذه الجائزة يشكر 5 أو 6 باحثين غربيين على ما يسميه fruitful discussions، يعني مناقشات مثمرة، ويشكرهم أيضا على تقديم بعض البيانات الداتا الرقمية أو التجريبية.
هذا كله ممتاز، ولكن نريد منه أيضا أو ننصحه بالمشاركة والتعاون مع باحثين عالميين آخرين، سواء بالذهاب إلى مؤتمرات أو قضاء يعني فترات بضعة شهور أو ربما سنة في أحد مراكز الأبحاث. لدينا شاب ناشط جدا في الأبحاث، وهو في يعني الأمور الأعقد والأكثر تطورا، فهذا شيء رائع، ولكن نريده أن يكون في تحت الأضواء حتى نقول، وفي المضمار المضامير الكبرى والساحات الكبرى بحثيا. نبارك لزميلنا وأخينا الدكتور عبد العالي أبو جمعة من جديد، ونشكر شبكة النصر على هذه الأعمال، وإلى نسخة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم وشكرا جزيلا.